مشاهدي ام تي في، اهلا بكم الى هذه الحلقه الحواريه الجديده من بيروت اليوم، ومعي في الاستوديو النائبه نجاة عون صليبه، وسينضم الينا بعد قليل النائب ملحم خلف من البرلمان، حيث يستمر بوقفته الاعتراضيه اعتراضا على عدم انتخاب رئيس للجمهوريه. اهلا وسهلا فيك بروفيسور. مرسي على الدعوه واهلا فيك. يعني عم نشوفك معنا بالاستوديو بعد ما كنت زميله النائب ملحم خلف بالبرلمان، بوقفه استمرت تقريبا يعني 9 أشهر اذا بدنا نقول، من اول السنه لهلا. ليه قررتي تتخلي، تعني الطلاق اذا بدنا نقول، بهيدي الوقفه عن الاستاذ ملحم؟ هلا انا ما تخليت عن الوقفه كوقفه، بس لقيت انه وجودي بالبرلمان صار عكس ما اللي عم بيصير هلا بالتصرفات تبع النواب. خليني اوضح اللي عم بقوله، انه كانت دائما كنا نحن معولين على انه القرار لازم يكون لبناني، والانتخاب لرئيس الجمهوريه لازم يجي من مجلس النواب. بعد كل الزيارات تبع الدول، من لودريان للقطري للايراني للامريكاني، صار واضح أكثر بكتير أنه نوابنا ناطرين كلمة من الخارج، وأنه هيدا المجلس النيابي بطل مجلس نيابي سيد نفسه. صار عادتنا بالمجلس النيابي ومطالبتنا بانتخاب رئيس لبناني من نواب لبنانيين، حسيته صار كتير بعيد عن الواقع. منشان هيك قلت أنه خليني أطلع، لأنه قاعدة عم بطلب من نواب يتصرفوا لبنانياً وين ما هن كل اهتماماتهم خارج لبنان. نعم. ومش للبنان، بس ما كان معروف بكل صراحه، بقولها بكل صراحه انه اهتماماتهم منا لوطنهم، اهتماماتهم لاحزابهم قبل وطنهم. ولكن ما كان معروف هذا الواقع من الاول، انه في بلا. بعض الافرقاء السياسيين اليوم بينطروا كلمه من الخارج او عندهم تبعيه لبعض البلدان او بعض القرارات اللي بتجي من برا، وانتم من الاول قلتوا بدنا نحن نلبلن الاستحقاق. اكيد. وعملتوا الاعتصام. مزبوط. نحن قلنا انه يجب احترام الدستور، وبما انه انا فتت على مؤسسه دستوريه هي اهم مؤسسه بالجمهوريه اللبنانيه، كان واجب علي انه احترم النظام اللي بتمشي فيه هيدي المؤسسة. وجربت على 8 أشهر وصلت لحائط مسدود للأسف. نفع هذا الاعتصام؟ حرك شيء بهال9 أشهر؟ وصل رسالة لحدا؟ أزعج حدا؟ أكيد أزعجهم، أكيد، لأنه في كتير نواب كانوا يجوا يقولوا لنا برافو عليكم شاطرين، بتعرفوا توقفوا ولا وقفة دستورية. في ناس كانوا يقولوا يا ريت فينا نعمل مثلكم. ليش شريت وما عملوا مثلكم برأيك؟ ما بعرف، عم بقول انه اكيد حركت، واكيد في ناس اجوا وقعدوا وقالوا نحن بندعمكم بس منا قادرين نقعد معكم. خلال الاعتصام اليوم ب9 أشهر، شو لمست اليوم من اجواء، من صدى؟ كيف كان التعامل معكم كمان من قبل يعني مجلس النواب؟ سمعنا انقطعت الكهرباء، قطعوا الكهرباء من قبل، يعني من بقلب المجلس. صحيح. شو كان يصير؟ ايه، كنت بتنقطع الكهرباء دائما من بعد ما النواب يخلصوا عملهم باللجان، وبنقعد بلا كهرباء. منا شغله كانت فيها رفاهيه ابدا، كان فيها تحدي، وقبلنا التحدي ومشينا فيه. يعني هيدي هي، كان فيهم يجيبوا الكهرباء انا اكيد، بس قصد انقطعت الكهرباء، مش قصد، بس انه لو بدهم يعملوا شويه افور، ولو في احترام للنواب هن كممثلين للامه، كانت الكهرباء ما انقطعت. هيدا الشيء كثير كثير بحزنني، مش لانه قطعوا عن الكهرباء، هي اني عشت 9 أشهر ما اثرت علي، بس اللي اثر اكثر، اللي زعج اكثر، انه ما في احترام لممثلين الشعب بالمجلس النواب. وهيدا كتير مؤسف، انه النواب عنا منن معبيين مركزهم، منن عارفين انه هن عم بيمثلوا آلاف الأصوات من اللبنانيين، وانه نواب الأمة لازم يكونوا محترمين بمجلس النواب ببيتهم. هيدا الشيء ما صار للأسف. طيب شو بتقول هلأ لزميلك نائب ملحم خلف، وليش هو كمل ما وقف معك؟ يعني حنسأل السؤال، بس بدي أعرف منك شو بتقولي له بالأول. بقول له أنه يعطيه ألف عافية، بعرف أنه الوقفة دستورية، بعرف أنه في كل يوم تحديات،
قدامه، وأنا رح دل دايما دايما واقفة حده بهيدا الموقف التاريخي المهم اللي هو أهم شيء احترام المؤسسة اللي نحن بننتمي لإلها، مثل ما احترمنا المؤسسات اللي انتمينا لإلها بالقبل مثل الأيو بي والأيو أس جي وغير مؤسسات. وقت تفوت على مؤسسة بتحترم حالها انت مفروض عليك تحترمها بكل المؤسسات الاقتصادية. قبل ما تتخذ القرار اليوم بترك الاعتصام؟ أكيد أكيد كنا على تناسق وعلى استشارات دايمة وبعدنا. ليش مش سوا وقفتوا الاعتصام أو سوا كملتوا فيه؟ أنا لقيت أنه وجودي بريت المجلس صار له لزوم أكتر، هو بعده مقتنع أنه تطبيق الدستور هو المدخل الوحيد لإيجاد الحل لهي الأزمة اللي عم نعيش فيها. رح نسمع رأي نائب ملحم خلفي اللي رح ينضم لأن مباشرة من البرلمان عبر الاتصال الرقمي. أهلا وسهلا فيك ساعة النائب. الله معكم. بعدك بالبرلمان، بروفيسور نجات صارت هون، كنتوا سوا بالمجلس. رسالتك اليوم يعني سألناها شو بتقلك، بدنا نعرف انت شو بتقلك كمان بعد ما افترقتوا، اذا بدنا نقول كل حدا بطريق. ابدا لا مش مزبوط، لا مش مزبوط ابدا، بطلتوا سوا. نحن عم ناكد كل واحد على طريقته، وين ما بتكون نجات بكون انا، وين ما بكون انا بتكون نجات. انا بدي بس اعطي تحيه لهذه المرأة الحديدية يلي بينت انه بلبنان في نساء نقدر نتكل عليهم اكثر من ما بنقدر نتكل على الرجال. هذه المرأة الحديدية يلي قعدت 243 يوم داخل البرلمان بظروف ما حدا بيقدر يتصورها، اليوم انا القي التحية عليها وقلا يلي وقفت بهيدي الوقفة التاريخية هي الوقفة يلي اليوم كلنا سوا لازم نوقفها. اليوم بفهم انه ان تكون قد اخذت قرار بتشوفه انه من خلال المسلك الخارجي ممكن ان تذهب الى مطرح اكثر افاده للشعب. انما بدي اقول اذا بتسمح لي رال، اكيد انت قلت انا قاعد اعتراضا، ابدا نجاة وانا نهار يلي دخلنا على المجلس النيابي هو وقف انفاذا للدستور. انا بس بدي اقول لك لارجع حط الاطار اذا بتسمح لي رالف، انت بتقدر شيء تنتخب رئيس جمهوري؟ نحن وكلناكم انتم تنتخبوا الرئيس. حدا من الشعب اللبناني بيقدر؟ نحن صوتنا للنواب لهن ينتخبوا الرئيس عنا. شكرا. وبالتالي الشعب اللبناني سلم امانه ل 128 شخصية بالبلد ليقوموا مكانه بانتظام الحياة العامة، وبتفرض الدستور بيفرض عليك كنائب أن تلتزم بانتخاب رئيس الجمهورية. ننطلق كلنا من مبدأ دستوري أساسي هو استمرارية السلطة. المادة 73 بتأكدها وقتها بتقول قبل ما ينتهي ولاية رئيس الجمهورية ما بين شهر لشهرين لازم رئيس مجلس النواب أن يدعو لانتخاب لجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإذا ما دعا قبل 10 أيام من انتهاء الولاية يجتمع المجلس حكما ومن دون دعوة. بالمادة 74 يلي هي الحالة يلي هلأ نحن عم نعيشها بتقول في حال خلو سدة الرئاسة يجتمع المجلس فورا وبحكم القانون، مما يعني انه المشرع الدستوري اطلق نوع من صرخة بيقلن للنواب روحوا انتخبوا رئيس للجمهورية حتى من دون دعوة. طيب ولكن اليوم عم نلاحظ انه على ارض الواقع تختلف ممارسة السلطة السياسية اليوم لهذا الدستور ولا المواد اللي عم بتقولن. وحدك عم نشوفك اليوم بعدك بالمجلس، راح تضلك بالمجلس بهذه الحركة عم توجه هذه الرسائل او كمان قد نشهد انسحاب اليوم لتواجدك داخل المجلس؟ ابدا انا بهيدا الموضوع خليني اكون صادق، انا في امانه
احنا في امانه سلموني اياها الشعب اللبناني. هيدي الامانه انا بدي اكون على قدها وعلى قد امانه الاجيال يلي اليوم طلعت. انا بس بدي اقول شو عم نعمل اليوم، نجاة وانا شو عم نعمل. نحن عم نواجه نهج اللا دوله، اللا حق. نحن عم نواجه نهج الخروج عن الدستور. نحن بدنا نرجع نحط البوصله مطرحها يلي هي الزام كل المجلس النيابي بالتزام بالدستور. وبدي اقول شغله، اليوم كلنا صرنا عم نرجع نكرر وعم نسمع انه كانه بلشنا نرجع الى ما يفرضه الدستور يلي هو لازم يكون في فتح جلسه واحده بدورات متتاليه. وما بيقدر يكون في هونيك غياب لاي من النواب. بدي اذكر بالمواد 61 62 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب يلي بيفرض على كل نائب بده يتغيب عن اي جلسه بده يكون اما بعزل واما باذن. وبالتالي لا يمكن لاي نائب ان يتغيب اكثر من جلسه. نعم، من شوي الاتصال ما كثير عم بيساعدنا. نائب، ربما يعني عم نفقد الاتصال معك. بدي بس اعرف منك شو اليوم في دعوات ايضا للحوار توجه من الداخل ومن الخارج قبل هذه الجلسه اللي عم تحكي عنها حضرتك، لتكون جلسه مفتوحه بدورات متتاليه لانتخاب رئيس الجمهوريه. موقفك اليوم من الحوار؟ سيدي الكريم، اذا الحوار على استحقاق، ما في حوار على استحقاق. الحوار بيكون على امور مش محدده. الدستور كلفنا عدد من الضحايا وعدد من الويلات وعملنا هيدا الدستور، فالدستور كلنا متوافقين عليه. وهيدا الدستور نفسه بياكد على امرين. مقدمه الدستور يلي بتقلك كل اللبنانيين بيعيشوا تحت سيادة القانون. سيادة القانون. ثاني أمر بيأكد لك إنه كل الدستور يجب أن يطبق. ما فينا نحن ناخذ الحوار لنروح فوق الدستور. نعم. فبالتالي نحن يلي توافقنا على هيدا الدستور ما فينا الا ما نلتزم فيه. اما بما خص الحوار فهو دائما ايجابي، وهو دائما نحن يعني نطمح اليه. نعم. مثل ما بيقول ميشيل شيحة بيقول ان المجلس النيابي هو المكان الذي يتم فيه الحوار ما بين جميع اللبنانيين، مما يعني أن المجلس النيابي هو بحوار دائم. فما في ضرورة اليوم لاستثناء هذه الحياة ونظام الحياة العامة. نعم. فلنعود إلى المبادئ الأساسية الدستورية. نعم. يلي بتنطلق من مبدأ استمرارية السلطة وتطبيق المواد 73 74 75 و49 كما تطبيق المواد 61 62 63 من نظام. نعم. المجلس. نعم. النظام الداخلي للمجلس النيابي. نعم، شكرا لك نائب ملحم خلف، حدثنا مباشره. اسمح لي بس نعم فكره جديده. نعم، سريعا بس كرمال الوقت، لما نطول بس ناخذ من وقت كثير بروفيسور نجاة. طيب انا بس عندي فكره كمان، خليني اقول انه بالماده 49 وقت منفتح الجلسة بدورات متتالية بمحضر واحد منصير نفهم المادة 75 يلي ما منقدر نحن نعمل كمجلس نيابي أي عمل آخر قبل ما نكون أنجزنا انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. من هيك لازم نروح إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. نعم. أي بمحضر واحد. شكرا لك نائب ملحم خلف.
وصفك بالمرأة الحديدية، ولكن هو استمر بموقفه اليوم بالبقاء داخل مجلس النواب. قلتينا أنه اليوم يمكن في نشاط أو فيني أنا أعطي أكثر خارج مجلس النواب. شو الأمور اللي رح تقومي فيها هلأ حالياً بعد 9 أشهر من البقاء داخل المجلس؟ أول شيء بدي أكد أنه نحن لما كنا قاعدين بالمجلس وهلأ لما النائب قاعد بالمجلس مش معناتها أنه نحن ما كنا عم نشتغل، بس كان حسيت أنه لازم نكون أكتر على أرض الواقع، ونحن عم نشتغل على هلأ يعني مجموعة كبيرة عم نشتغل لحتى نعلن نشاطاتنا البيئية ومراقبة الأشياء يعني اللي بيعملوها ضد البيئة. نحن جروب كبير صارنا تقريباً شي 7 أشهر عم نشتغل، وعم نشتغل كمان مع جروب عالمي لأنه نطلع على منابر عالمية ندافع عن حقوق الإنسان. بدي أقول شغلة، أنه حق الإنسان بالعيش بلبنان هو مسلوب، وهيدي ليش؟ لأنه ما عنده تربية مأمنة لإله، ما عنده صحة مأمنة لإله، وبيئته مهددة، معناتها صحته كلها مهددة وكيانه مهدد. نحن عم نشتغل كتير وعم نشبك مع ناس بكل العالم حتى نطلع قد ما فينا نخبر قدي هيدا الفساد بلبنان سلب الإنسان من حقه بالعيش الكريم. هيدي وحدة. وتاني شيء قصة إنه كل التعديات على البيئة، نحنا صرنا معروفين جروب من المحامين رح نحكي معك عن بعض الملفات البيئية كمان بالقسم الثاني من الحلقة، بس أضل معك بالسياسة. يعني هل اليوم لقيت أنه كل أبواب السياسة والعمل السياسي إذا ما نقول من البرلمان كانت مسكرة، لأنه اليوم في سلطة أو في أحزاب تتمثك هي لوحدها بالقرار السياسي بلبنان، وبالتالي ما قدرتوا تعملوا خرق بهذا الحائط المسدود فتوجهنا إلى البيئة أو إلى ملفات حقوق الإنسان اللي ربما يعني العالم كلها بتعرفك أنه عندك خبرة فيهم من قبل الحياة النيابية؟ أهم شيء واحد يشتغل بالمجال اللي بيعرفه أكتر شيء، وأنا عم بشتغل بمجالي بقلب البرلمان. مش مزبوط أنه نحن بحائط مسدود بقلب البرلمان، نحن عم نحضر تقريباً كل اللجان، ونحن عم نسائل كتير عدد من الوزراء على أشياء عم بيشتغلوها، إن كان وزير الرياضة والشباب أو وزير التربية أو حيلا وزير. نحن منلاقي إنه ضروري يكون فيه مساءلة لتعديات عم بتصير، إن كان من مجال الصحة أو التربية أو حيلا شغلة تانية. شغلنا بالمجلس النيابي كتير كتير قوي، وكتير نحن على اطلاع على المشاريع اللي هي عم بيتم درسها هلأ، وعلى كل المشاريع اللي ممكن يكون فيها تمريقة بطريقة ما. يعني عم نحضر اللجان النيابية والنقاشات تبع المشاريع، وعم نراقب وعم نعمل عملنا التاني وهو المراقبة والمحاسبة من خلال توجيه أسئلة للوزراء المعنيين ولغير الوزراء. ولكن هل هذا المجلس اليوم عم يحكي لغة الناس؟ يعني اليوم الناس بدها تعرف شو حصير مصير الليرة، بدها اليوم تحسن وضع النقدي، بدها اليوم الدواء، بدها اليوم التعليم. عم نشوف المدارس الرسمية يمكن بعد ما بلشت، في ناس بعد قاعدة ببيوتها، في مشاكل كثير اليوم تطلق مثل العيش بشكل أساسي. في اليوم المودعين اللي عم يسألوا عن مصرياتهم بعد لهلا ما في عنا الكابيتال كنترول. هل المجلس عم يحكي لغة الناس ووجع الناس، أو بس يعني مشاورات سياسية وجدل ومراقبة وبالنهاية ما في نتيجة فعلية للناس؟ قد ما نحن نجرب أنه نمشي حياتنا بدون المجلس النيابي، بالنتيجة هيدا المركز الوحيد للتشريع والمحاسبة والمراقبة. نحن عم نعمل شغلنا. نحن طلعنا هيدي الجمعة من 3 أيام ورشة عمل لموضوع التربية، دوينا كتير على مخالفات وعلى جرائم عم بتصير بحق التربية بلبنان. وأنا من هون إذا بتسمح لي حيي أبطال كتير من المدراء بالمدارس الرسمية اللي أنا اجتمعت معهم قبل ورشات العمل، وجربت من خلالهم أفهم شو العقبات اللي هي اللي رح تواجههم هلأ بالنسبة للمدارس وفتح المدارس. وأكدوا لي
وأنا بعرف أنه من قبل عم بيشتغل معهم، أكدوا لي أنه هن مستعدين رغم كل التحديات أنه يعملوا المستحيل لحتى يفتحوا المدارس الرسمية. وبدي أرجع أقول أنه المدرسة الرسمية فيها معلمين كتير كفؤين، وإذا كانت المديرة هي كتير منتبهة لمدرستها بعدها قادرة تعلم وبعدها قادرة تنافس عدد كبير من المدارس الخاصة. من هون بدي وجه لهم التحية الكبرى. أكيد من ضمن صوتها لكل موظف يوم نضيف بالدولة إذا نعم. بدنا نقول خاصة المعلمين، ولكن كمان معروف لا بس في كتير بس أكيد في فساد بكتير. من هون بدي أكمل من هيدي الفكرة إذا بتسمح لي أقول أنه بدي المجتمع الموجود حول المدرسة الرسمية أنه هو ينخرط بمساعدة المدراء والمديرات اللي حابين يشتغلوا، وإذا كان المدير منه عم يشتغل بالطريقة اللي هن بيريدوها وبتليق فيهم يحسبوه. يعني عدد من المديرات اللي أنا التقيت فيهم هن شددوا وقالوا لازم الأهالي تجي تحسبنا إذا نحن عم نقصر بشغلنا، حتى قالوا خليها تجي وزارة التربية تعمل علينا أوديت وتحسبنا. من هون إشراك المجتمع المحلي بالعمل بالمدارس الرسمية خاصة لأنه بحاجة لمساعدة ودعم كتير مهم. وبدي أنه من المجتمعات اللي موجودة حواليهم من الأهالي ومن كل المجتمع اللي موجود أنه يتفضلوا ينخرطوا بالعمل، يشوفوا كيف المدراء عم بيشتغلوا باللحم الحي وعم بيجربوا يأمنوا كل المتطلبات لحتى تمشي المدرسة الرسمية وحتى يدلوا التلاميذ كلهم لهم حق بالتربية أنه يتعلموا ويدرسوا. أنا عرفت أنه عم بيعلموا أكثر من 60 ساعة، عم بيساعدوا بأوقات إضافية، عم بيجربوا بقد ما فيهم يأمنوا مصاري للصناديق لحتى يصيروا قادرين كمان يدفعوا مي ويدفعوا كهرباء ويدفعوا إنترنت. ومن هون طلبنا من وزير التربية أنه يعفي المدارس الرسمية أو يساعدهم يطلب إعانات لحتى هن يبطلوا يدفعوا الإنترنت والكهرباء والمي خصوصا، لأنه هيدي بتأثر على صحة الأولاد. ونزلت بتوصيات ورشة العمل، وكمان كان عنا توصيات كتيرة بالنسبة للجامعة اللبنانية وبكف إيد السياسة وتدخل السياسيين والسياسة بأعمال وسير سير العمل بالجامعة اللبنانية. فيني أحكي كتير كانت ورشة توصيات بروفيسور. لا منشوف يعني لا نحن اليوم صرنا تقريبا باخر ايلول بعد ما في مدارس رسميه، وبنعرف حيبلش الموسم الدراسي الجديد بكره، حنرجع نسمع نفس الاخبار اللي كل سنه بتصير. منشوف نشاطات حزبيه بالجامعه اللبنانيه، منشوف اشكاليات بسبب تدخل السياسي، منشوف اعتراض اساتذه بسبب كمان التدخل السياسي بشغلهم، وباليوم حيلا توظيف عم بيصير بالدوله. هيدا الاهتراق بوزارة التربية صار له 48 سنة عم ينبني. نحنا ما فينا نقول إنه نحنا بورشة عمل وحدة رح نصلح كل شيء، بس فيني أقول إنه نحنا واقفين بالمرصاد. وقت أقول نحنا عدد كبير من النواب التغييريين اللي بهمنا كتير موضوع التربية، واقفين لحتى نسمع من المديرات ونسمع من المعلمين ونسمع من الأهالي، ونرجع كمان نتواصل مع المعنيين كان بوزارة التربية أو بلجنة التربية حتى يتأمن عام دراسي بليق بالناس وبليق بالولاد اللي بيتبعوا المدرسة الرسمية. وبرجع بأكد المدرسة الرسمية بخير، نحنا كتير عم نتساعد حتى مع الجامعة الأمريكية لحتى ننقذ المدرسة الرسمية مش بس هيدا العام الدراسي. وبرجع بأكد وبحيي الأبطال من المديرين والمديرات اللي عم بيقودوا هيدي الحملة معنا وهيدا الجهاد معنا لحتى ننقذ عدد كبير من المدارس الرسمية. سؤال أخير قبل ما ناخد فاصل إعلاني، عم بتقولي أنا وعدد كبير من نواب التغيير، اليوم مين صار يطبق عليه تسمية نواب التغيير مين لا؟ لأنه شفنا صار في كتير اتجاهات، يعني كل مرة يمكن هذا السؤال منكرره على نواب التغيير، لأنه عم نلاحظ كل يومين ثلاثة ربما في اصطفاف جديد، في تجمعات عم تخلق، في نواب عم يغيروا بمساراتهم. بدي أكد للكل أنه نحن نواب التغيير كلنا، يعني كلنا رح نرجع نوقف لما يكون في مساءلة ولما يكون في شيء بيبني دولة، نحن كلنا رح نوقف حد بعض. وهيدا اللي صار بآخر سؤال قدمناه لوزير التربية، كنا 12 واحد أو أكثر عم نشتغل إيد بإيد لحتى نسائل بأمور التربوية. نحن اللي انتخبونا
كانوا انتخبونا عن تفكير وتصميم، وبرجع بأكد انه إلهم حق علينا يسألونا ويقوي السؤال وعلينا، منشان هيك حتى لو كان اللي عم بيظهرونا انه نحن مش مع بعض، نحن مع بعض لخدمة هالبلد. سياسة البيئة والاقتصاد، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني. أهلا بكم من جديد، نتابع هذا الحوار مع النائبة نجاة عون صليبة. أهلا وسهلا فيك من جديد بروفيسور. بدي ضل معك بالشق السياسي سريعا هيك بعض النقاط. موقفك اليوم من الحوار، يعني بنعرف أنك أنت من النواب يلي امتنعوا عن الرد على رسالة المفد الفرنسي، ولكن كمان التقيتوا مع المفد الفرنسي يلي دعا للحوار. اليوم عم نسمع أنه المبادرة الفرنسية كلها صارت ورانا، في عنا مبادرة جديدة اللي هي المبادرة القطرية، وأبرز مرشح هو قائد الجيش. قراءتك السياسية ومواقفك من كل هذه المتغيرات. هلا أنا رديت على الموفد الفرنسي برسالة وحطيتها بالإعلام، إنه بفتكر إنه لازم يكون التعامل بين فرنسا ولبنان، وخاصة مع الناس اللي بيمثلوا البلدين، بطريقة دبلوماسية تحترم خصوصية كل بلد. وهيدا الشيء مش غلط، يعني نحن منفتحين على أي نقاش، بس مش بالطريقة إنه نفرض أي مرشح رئاسي على نواب. لازم بالأساس يكونوا مستقلين ومحترمين حالهم وبيقدروا ياخدوا قرارهم. قصة الحوار قصة ما بعرف، يعني أنا شوي أوقات بعملها بنكتي انه ما عم نعرف امتين هيدا الحوار. وقت يجي موفد بنحكي عن الحوار، وقت يفل الموفد نرجع مننسى الحوار. يعني صارت اذا مش تنين الخميس، يعني انه بيجي العاب الحظ ايه انه بيجي حدا لودريان، اوكي صرنا ما نحكي عن الحوار، وبيطلعوا الشعارات انه لا مع الحوار، لا مش مع الحوار، ولازم حوار ومش لازم حوار، اسمه لقاء او اسمه ايه انه هول الحكي اليومي ما كتير بوقف عنده، لأنه بحسه استهلاك لأشياء منا هي عمق المشكلة. بس اليوم في مبادرة قطرية جدية، اليوم في مفد وصل عم يمهد الطريق أيضا للوزير المعني بهذا الملف، وفي اسم كمان اليوم، اسم ثالث اللي هو قائد الجيش، عم بيقولوا من أكثر الأسماء اليوم يعني اللي عندهم حظ بهذه المبادرة. إن شاء الله ما يكون اسم للحرق، بس هيدي هي. وبعدين نرجع منقول أهلا وسهلا بالجميع، بس نحن منفضل إنه التعاون بيناتنا يكون على احترام البلدين بدون تدخل بالشؤون اللبنانية. طيب بروفيسور، لما راح المواطن اللبناني اليوم على صندوق الاقتراع لينتخب النواب بآخر انتخابات كان عنده اسم، راح كل مواطن على الصندوق عنده اسم. اليوم حضرتك مين مرشح لرئاسة الجمهورية؟ هلأ بالوقت الحاضر ما في حدا. إذا بتروح على جلسة اليوم وقائد الجيش عنده حظوظ فيها بتحط اسمه؟ هيدي بدأ نقاش مع التغييريين. ما رح يكون الموقف لحالك؟ أبدا، بفضل دايما أنه نناقش الموضوع كلنا سوا. طيب بس كيف بتشوفه اليوم قائد الجيش كمرشح للرئاسة؟ قائد الجيش بمركزه، معبي مركزه، محترم من الجميع، والله يعطيه ألف عافية. بالرئاسة هو وسطي بتلاقوه؟ منشان هيك عم قول ما بدي افتح هيدا الموضوع، ما بدي فوت بهيدا النقاش لحتى ما ينحرق اسمه. طيب من الرئاسة بدنا نروح معك على ملف النزوح السوري، وخاصة انه فينا نربط كمان كل الجهود اللي عم بيقوم فيها الجيش اللبناني على الحدود لمنع دخول المهربين. اسبوعيا عم بيكون في اكثر من 1000 شخص عم يفوتوا تسلل غير شرعي عبر الحدود. امبارح كمان سمعنا بالاخبار، دائما في عنا اخبار قوارب الموت والاشخاص اللي بيحاولوا يروحوا الى اوروبا عبر البحر بهذه الاساليب الخطرة. ازمة النزوح، سمعنا الرئيس مياتي راح على اليو ان حكي وقال انه اذا وقعت الكارثه مش بس على لبنان، كل المجتمع الدولي راح يتاثر. بالمقابل ما بنشوف في جديه من المجتمع الدولي بالتعامل مع هذا الملف. هي مش قصه جديه، يعني في عدد من المعنيين بهذا الموضوع، ولبنان هو اول المعنيين، لبنان، الامم المتحده، في سوريا كمان معنيه بالموضوع،
وفي هالان جي اوز اللي عم بيشتغلوا، مفروض كلهم سوا يكونوا على طاولة وحدة عم بيتناقشوا هيدا الموضوع. ما بفهم أنا ليه نحن بعدنا سامحين للأمم المتحدة إنه تشتغل على زوقة بالموضوع أو بدون ما يكون في تعاون كلي مع السلطات اللبنانية. صار في عدة نقاشات بالمجلس النيابي، وبفتكر كلنا متوجهين إنه يكون في تعاون كامل بين الأمن العام والـ UNHCR. أنا بفتكر النزوح السوري، ما بدي أحكي عن آخر نزوح، لأنه آخر نزوح هيئته شوي في سياسي أكتر ما هو في شق إنساني، بس النزوح السوري عامة بلبنان عم بيصير وقح، يعني في كتير إشياء عم تتعدى المطلوب والمقبول. بدي إذا بتسمحوا لي أحكي عن حادثة وحدة، في ناس إجا واحد سوري قاعد عندهم بالبيت على أساس إنه هو بيقعد لفترة وبفل، صار في أكتر من عائلة موجودة على الأرض، تشكوا على القضاء وأخدوا حق بإنه يزيلوا الناس والتعديات عن أرضهم. يعني أكتر ما في إنه القاضي قال لهم روحوا معكم حق، هيدي أرضكم لازم تستردوها. ما عم بقول إنه في كامبيت وما عم بقول كل شيء، عم بقول إنه حقنا نسترد أرضنا اللي هي صغيرة كتير عم بيسلبوها منا. من بعد ما أخذوا هيدا الحق ما في ولا حدا عم بيسترجي نفذ القرار، قال خايفين من الأمم المتحدة. ما عم بفهم شو معناتها الأرض بزحلة، بدعي المحافظ وبدعي وزير الداخلية إنه يتدخلوا، لأنه هول الناس بدهم حقهم بالأرض. اليوم متغيرت كثير عم بتصير، يعني اللي عم جرب أقوله إنه هالاحتلال المبطن بأوقات حقنا إنه نسترجع أرضنا، هيدا منه مقبول بقى. صار احتلال اليوم، صار إنه هيدي بالنسبة لي هيدي الأرض بخاصة، إنه هيدي الأرض ما عم تقدر هيدي العائلة تقدر تسترد أرضها. بروفيسور نجاة، اليوم صار في كتير متغيرات بالمنطقة، سمعنا كمان أخيرا عن مواقف من السعودية عن احتمال التطبيع مع إسرائيل، سمعنا أيضا اليوم عن الطرقات يعني الممرات الدولية اللي عم تحاول تجمع أكثر من بلد، وعم يكون لبنان خارج هذه الممرات الدولية. كيف تنظرين أيضا إلى هذه المتغيرات وشو تأثيرها على لبنان؟ هذا اللي قلته بالبيان اللي أنا طلعت منه من البرلمان، قلت إنه علقنا لا بقى شرق ولا بقى غرب، قلت نحن خارج التاريخ والجغرافيا. كل الممرات اللي عم تشتغل فيها الدول وعم بتجرب إنه تحسن وتعمل رؤية اقتصادية بعيدة الأمد لبلدينا، إن كان من دول الخليج لدول أوروبا للهند للصين لكل العالم، كمان اللي زودتينا فيه نحن صرنا خارجهم كلهم سوا، مع إنه موقعنا بلبنان هو من أهم المواقع الجغرافية التي يمكن أن تكون عم تلعب دور كتير كبير. للأسف ولا المرفق عنا عم بيشتغل مزبوط ولا المطار ولا شيء، طلعونا من كل الممرات، وصار في ممر كبير بيمرق بحيفا وبيكوع عنا وبنصير لحنا بريته. بدي أقول شو يعني هيدا الممر إذا بتسمح لي. أكيد. هيدا الممر عم بيقولوا نحن عم نورد خرائط كمان، في ثلاث ممرات أساسية بقلب هيدا الممر. على تاني مال بروفيسور. أوكي، هيدا الممر الصيني، بس أفضل إذا منحط هديك الممر الهندي السعودي اللي بيمرق بحيفا وبيرجع بيكمل على أوروبا. إذا بتشوفوا إنه لبنان منه بعيد أبداً عن هيدي الخريطة، وكان ممكن نكون نحنا بقلب هيدا الممر. هيدا الممر مقسوم لثلاثة: ممر غذائي، ممر طاقة، وممر معرفي. بدي أرجع أربط هيدي قصة المعرفي بالتربية بلبنان، بس قبل ما نحكي عن المعرفي بدي أحكي عن الطاقة. الطاقة مش معناتها بس غاز، الطاقة غاز والطاقة بالمتجددة، وخصوصاً بالطاقة الشمسية في عنا الإيدروجين وفي عنا اللي بيسموه جرين أمونيا، الأمونيا الأخضر. كل هول الطاقات المتجددة الخضراء كلها هي للغد لبكرة، هو كلهم لشبابنا إنه يستثمروا فيهم أو يتعلمون أو يكونوا جزء
من هيدا الممر اللي بده يكون عم بيسهل عم بيفتح فرص عمل كتير كبيرة. اللي هو محزن أكتر من بعد ما يكون فيها هالقد رح ينفتح فرص عمل بهيدي الممرات، في شيء اسمه ممر المعرفة knowledge economy. شو معناتها؟ معناتها هن اتفقوا هول البلدين بين بعضهم إنه التليكوميونيكيشن كل الهندسة كل العلم اللي بده يصير بده يكون مع بعضهم وبين بعضهم، يعني وقت يكون في فرصة عمل ما رح يعطوها لإنسان لبناني لأنه هن عندهم اتفاق إنه رح يشغلوا الناس اللي عندهم. نحنا لحد هلأ كان فينا بالتربية اللي عنا نبعت ناس كتير شاطرين للخليج ودول وكل عواصم العالم. إذا إجا الهندي بتتخيلوا إنه إذا بلش يجي ناس من الهند، نحنا بالتربية اللي موجودة عنا اليوم بهالضعف اللي موجود عنا اليوم، هل ممكن نكون على تنافس مع مهندسين ودكاترة ومعلمين أجانب مثل الهند مثل السعودية مثل الخليج مثل إسرائيل أو مثل الأوروبية؟ من هون نحن مش بس عم نضعف جغرافيا إنه مرقت الطريق بلينا، حتى العلم رح يمرق علينا وبدون ما نكون نحن مهيئين. ليه؟ لأنه هن عم بيعملوا فايبر أوبتيك كيبلز بين بعضهم لحتى يكون الانترنت سريع، عم بيعملوا تيليكوميونيكيشن ديلز مع بعضهم لحتى يساعدوا بعضهم بالارتفيشال انتليجنس وبكل الكوميونيكيشن اللي جاي. معليه إذا بتسمح لي أحكي هون لأنه مش بس إنه جغرافيا مرق خط، عم بيمرق الخط. مهم وحكينا حتى عن مشارات الأخبار وضوينا يعني ألقينا الضوء عليه نظرا لخطورة اللي عم يصير بالمنطقة. نعم، خطورة بفرص العمل، خطورة بمستقبل، خطورة بالتقدم تبعنا، خطورة حتى بالغاز اللي هلأ عم بيزقفوا إنه هن استخرجوه. وين بدهم يمرقوا؟ هل نحن عنا بايبلاينز أو أنابيب لقلنا لحالنا؟ وين فكرهم هن بدهم يمرقوا؟ وين مين بده يمرقوا؟ إذا توتال بدها تمرقوا مش رح تاخد كل المصاري تبعه. بس لحتى أقول إنه للأسف كل الفرص اللي نحن كانت عنا من أول ما صار في شغور رئاسي لحد هلأ ضيعناها، وبعدنا عم نضيع مش بس الرئاس يعني انتخاب رئيس الجمهورية، نحن عم نضيع مستقبل شباب من هلأ لعشرين سنة لقدام. بس لأقول كمان شغلة واحدة، 20 مليار دولار رح يحطوا بس ليبلشوا بهيدا الخط، وهلأ نحن عم نحكي 300 كيلومتر من الخط بلشت تنعمل بين عمان وإسرائيل. بس بدي أحط كل هول المعلومات لقلهم للشباب، لازم تحاسبوا كل نايب أنتوا انتخبتوه، لأنه ما بيسوى وما تقبلوا أنه يحطكم بريت التاريخ وبريت هاي الجغرافيا اللي موجودة. بروفيسور، في أنا بعد ملفين نمر عليهم سريعا، في ملف كتير موسع بعرف أنه عندي كمان معطيات بموضوع البيئة عن أبرز المخلفات اللي عم بتصير ورصدتوها مؤخرا، ولكن سؤال بالاقتصاد اليوم في هم المودعين دائما يطرح على الطاولة، وشفنا بالفترة الأخيرة زيارة صندوق النقد الدولي وشو إجا من بعد هذه الزيارة. رسالتك اليوم للمودعين سريعا قبل ما أروح على ملف البيئة. بدي أحكي عن هيدا ومرسي على السؤال. لما بيجي النقد الدولي لحتى يعمل المعاهدة معنا، هو بالنسبة له هو بنك عم بياخد هاي الأرقام وعم بيقلهم يا جماعة تعوا لتزبطوا هيدا الأرقام لازم تعملوا هيك هيك هيك، بس هو منا شغلته يجي يقول انه انتو سرقتوا، لان هو بنك هو مشروع مفروض يشتغل بالارقام. بس بنفس الوقت مع الاي ام اف مع البنك الدولي مفروض يكون في استراتيجية او طريقة ما لنرجع نرجع المصاري. في ناس سلبت المصاري من قدام المودعين. انا مش مع الاي ام اف انه نتعامل بالازمة الاقتصادية بس من ناحية النقدية ومن ناحية ارقام بس. لما هيدي الخطة تجي ممزوجة او مدموجة او مترافقة مع انه نحاسب الناس اللي سرقت، ايه اوكي بصير الاي ام اف مزبوط. هيدي شغلة كتير مهمة. هن عم بجربوا يقولوا الاي ام اف بده هيك، تعوا تنخبي كل السرقات نتركهم ننساهم
وبس نعمل اللي بده اياه الاي ام اف، وهيدا الشيء اللي منه مقبول. هن عملوها قبل بعد الحرب لما عطيوا عفو عام لحالهم، هلا عم بيجربوا بنفس الشيء يعطوا عفو عام لكل السرقات اللي صارت. وبرجع بقول بالتدقيق الجنائي كان كتير واضح انه مش بس القصة نقدية، كان في وزير مال مسؤول، كان في نواب حاكم على فترات متتالية مسؤولي كمان، كان في ديوان المحاسبة مسؤول، كان في وزارات طاقة وغيرها مسؤولة، هو كلهم سرقوا. ما لازم أبدا نعطيهم براءة ذمة. على أمل أنه تجي المحاسبة. بروفيسور بروح معك بآخر خمس دقائق للملف الأهم. هالقدي مرق الوقت. قطع الوقت بسرعة. إلى ملف البيئة، بعرف أنه حكيتينا عن كتير مخالفات. نعم. إذا بتحب تبلش، يعني إحنا كمان محضرين الصور اللي اعطيتينا إياه هون، بدك نبلش من الشوف، نبلش بالأول من النفايات المكاب. شغلتين فينا نحكي عنهم بسرعة وكتير مهمين. في مكاب وصل لي إخبار، لأنه أنا بهيدا الجروب اللي عم بشتغل معه مع ماتر شكري حداد، نحنا بناخد الإخبار بننزل على الأرض وبنتحقق من الموضوع وبنرجع بنعمل الكتابات اللازمة للوزراء المعنيين. نعم. بدي أقول ثلاث أشياء. أول شيء مكاب برسا الكورة موجود بقلب حرش سنديان وعم بيحرقوا الزبالة بقلب الحرش، هيدا أبدا أبدا منه مقبول. هيدي الصورة اللي موجودة وهيدي النار اللي موجودة، وعنا فيديو بفرجي كيف الحريقة ماشية حد سنديانة معمرة. هيدا الشيء نحن رح نلاحقه ورح نعمل الكتابات اللازمة. تاني شغلة، الأنهر وخصوصا نهر الدمور وغيره بشوف اللي هن المجارير ومياه الصرف الصحي كلها فالتة على مد عينك والنظر، وهيدا الشيء عم بيأثر على التربة، عم بيأثر. هلأ في موسم زيتون عم تطلع هيدي الماي على الأراضي اللي فيها زيتون وعم بتأثر على الناس اللي عم بتربي ماشي لأنه ما قادرين يشربوا المعزة والبقر اللي عم بيربوهم من النهر. في 11 محطة تكرير أو أكتر بشوف كله على خط الشوف منهم ماشيين وعم بيسببوا كل هيدي الكوارث بالنهر وبضفاف النهر. وآخر شيء إذا بتسمح لي إنهي في قصة الكورة والتجديد لاستثمارات بالمعامل الإسمنت وبالجريمة البيئية اللي عم بتصير بالكورة اللي هي عم تقتل الناس بالجملة بقلب الكورة. هيدا ملف أنا رح أخده على عاتقي، بعرف إنه ملف كتير كبير. بلشنا نتعاون مع الناشطين البيئيين بقلب الكورة، وهيدا الشيء هيدي جريمة ما بيسوى أبدا نسكت عليها، وخصوصا إنه هيدي المعامل صار لها 90 سنة تفتك بالبيئة وبالناس بقلب الكورة. طيب شفنا يعني معك صور اليوم لتلوث بالأنهار، شفنا اليوم لمكبات حرق نفايات، كمان حكيتين عن موضوع كسارات تحت الهواء، عن صور كمان نفايات طبية عم تنكب بطبيعة لبنان اللي هي اليوم الكنز الوحيد اللي بقلنا، والسياحة هلأ بهالفترة كلها السياحة الداخلية بتنشط، وهذا اللي بيكون اللي بيحرق الاقتصاد محليا. مين بده يحاسب أو مين بده يتابع؟ يا جماعة لازم نفهم، إذا نحن ما عنا بيئة، نحن ما عنا هوا نتنشأه، نحن ما عنا مي نشرب، ونحن ما عنا أكل ناكل، منشان هيك البيئة هي منا رفاهية، هي حياتنا وكلنا مسؤولين. إذا كنت الناس على الأرض قادرة تخبرنا، نحن رح نتصرف مع المحامين اللي عم بيساعدونا، رح نتصرف لحتى نعلي الصوت إن كان على التلفزيونات، وشكرا للأم تي في اللي دايما بتواكبنا بالموضوع، ورح نتصرف كمان بالكتابات الموجهة لكل الوزراء المعنيين. وبدي كمان أشكر وزير الداخلية وزير البيئة اللي دايما بلبونا. نعم. بأجوبة وحتى بتحرك على الأرض. بروفيسور نحن حاليا يعني بموسم الحرائق، وقريبا رح نفوت بموسم الخريف والشتاء اللي بلبنان شفنا هذيك السنة الشتاء قد كان قاسي، شفنا كمان كل الخسائر البشرية اللي صارت، شخص اللي توفى على طريق البحرية بجونية، الفتاة اللي توفت بترابس أنه وقعت المدرسة عليها، يعني الإهمال والطبيعة كيف عم ينعكسوا دايما على مآسي على الشعب اللبناني. أمام هذه الموسم المأساة المحتمل اللي نحن حندخل فيه، شو مفترض انه يصير؟ يعني تاخرنا يمكن هلا من قبل الاجهزه الرسميه اللي يمكن ما قامت بدورها مثل ما وعدتنا هذيك السنه.
هيدا شيء كتير مزبوط. منشان هيك دايما دايما تحرك المجتمع المحلي كتير مهم، والتواصل مع الناس الناشطين كان من تلفزيونات أو ميديا أو صحفيين كتير مهم لحتى نضل نضوي الصوت ونذكر المعنيين أنه لازم يعملوا واجباتهم، وخصوصا الوزراء. ما فينا نخسر كل ثروتنا الحرجية، لأنه إذا خسرناها ببطل في لبنان. إذا خسرنا هيدا الأشياء الأحراج اللي عنا لازم نشيل الأرزة عن علمنا، نصير بلا أرزة ساعتها. شكرا لك بروفيسور نجاة صليبة على هذه المداخلة وعلى وقتك وعلى كل المعلومات اللي حكينا فيها معك. شكرا لك. شكرا. إلى هنا ينتهي الوقت المخصص لهذا الحوار. تابعوا آخر الأخبار عبر نشرات الـ MTV وعبر صفحات الـ MTV على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.